رغم ما يعيشه سكان مأرب يوميا من معاناة من الحرب والقتل والدمار الذي تقوم به ميليشيا الحوثي على أبواب مدينتهم، يحاول المواطنون هنا الخروج من هذه الأجواء بالذهاب إلى الحديقة والمتنزه الوحيد في مأرب. بنجي الحديقة عشان نروح عن نفسنا من الحرب اللي بيحصل ونشاعات اللي بتحصل ان الحوثي دخل مارب وان ميليشيات الحوثي دخلت مارب. حابين احنا نقول للعالم ان احنا الحمد لله بخير وعايشين في المدينة والحمد لله. عندنا حرب، نحن جينا نلعب هنا شوية عشان نتصل نحن واصحاباتي نلعب ونغير جو. نلاقي الحديقة واشتغل وهذا واصبح والعب وفعل كل حاجة. نسرين جاءت مع أخيها إلى هذه الملاهي ليتشارك اللعب سويا مع أصدقائهم. الواحد ما يضيق من نفسه، ما يسكش يخرج، يقول يشتي يخرج بس بصراحة الحرب هذه ما يقدر يخرج، والحوثي كله فوقنا ما عند الحرب. أجي ألعب هنا أنا وصحباتي وأنا، بس الواحد يشتي يخرج ينفه. فيما وليد وزوجته اللذان فرا من ذمار هربا من ميليشيا الحوثي، يحاولان الترويح عن ابنتهما قدر الإمكان والهروب من الواقع المرير الذي يعيشه اليمنيون. احنا في ضغط نفسي واصل، ونحاول احنا نرفه نفسنا يعني في الأسبوع أقل شيء مرتين، والضغط النفسي اللي بتمر بها محافظة مارب هذا الأيام يعني ضغط على السكان كامل، ولكن الحمد لله احنا يعني وصلنا لمرحله ما عندهمش من اللي يحكمنا في هذا الوقت، نشتي ندعو الى السلام. خلاص يعني في مرحله ان احنا نهرب من الواقع، نحاول نغير جو، نشوف يعني حتى يعني نشوف الناس الثانيين، نخرج من البيت. اصلا كثره الحروب وكثره الضرب، خلاص نحاول ان احنا نغير لنا جو وننسى اللي احنا فيه. قدر استطاعتهم يحاول المواطنون هنا خروج من واقعهم وأن يرسموا ابتسامة على وجوه أبنائهم علها تنسيهم شيئا مما يعايشونه من مآس ومعاناة. أحمد بجاتو، العربية، محافظة مأرب.